مرحبا سي محمد، هذه غيبة. احنا تكلمنا انا وياك، تنتبعك فقط في الصفحة ديالك على الفيسبوك. في هذه الايام الاخيرة نبدأ بهذا الموضوع، وقع مشكل العنف ضد حكم في عصبة فاس مكناس، ثم في نهاية الاسبوع الاخير وقع عنف في الدار البيضاء في يعني الملحق ديال المركب محمد الخامس، مباراة الشبان ديال الهواة اللي وقع عنف واضح على حكم المباراة. اولا متى ترد هذا العنف؟ واش ما تظنش بان رجعنا لذاك الايام ديال الرصاص ديال التحكيم المغربي ديال السبعينات والثمانينات، اللي كانوا الحكام ديال اقسام الهواة تيتسلخوا؟ انت عشتي هذا الشيء سي محمد. شكرا سي اسامه على إثارة هذا الموضوع. ماشي غير الحكام ديال الحكم ديال فاس اللي تم الاعتداء عليه، والحكم ديال الدار البيضاء، بل هناك حكم كذلك العصبه ديال قولمين مواد نون، واللي سلمت له شهاده طبيه ديال 21 يوم من الاعتداء اللي تعرض له. ربما هذا الشيء مؤسف، ما اصبحنا نعيشه في الوقت ديال التكنولوجيا وديال الصوره اللي وصلت اللي بقات كتوصل لنا في اقرب وقت ممكن. عجبنا وجعلنا كنعيشوا الزمن ديال الستينات ديال السبعينات ديال البدايه ديال الثمانينات، اللي كان هناك فيه اعتداءات على الحكام، وخصوصا كانت هناك اعتداءات جسديه اللي كتعرض العقل. لم يكن تمشي للتوازيام ديفيزيون ملي كنت صغير، كنا بين الحوايج بين سبيكتاكل نتفرجوا فيه البنيه مع الحكام. طبيعه الحال والحكام ديك الساعه الا ما كانش الحكام كان الاختيار، لما كانش انا كيكون كيدير بعض الرياضات ديال الفنون ديال الدفاع عن النفس، راه ما كانش انه يقدر يقتحم الميدان. وهذا اللي سال انها ولات انها انتشرت في الاونه الاخيره، بخصوص البدايه ديال انا بالنسبه للعصب الجهوي، هذا كيطرح اكثر من علامات استفهام. ولكن بالنسبه لي هاد المشاهد ما عاودش شفناهم منذ سنين. بعد برنامج هوات على قناه رياضيه كتشوفوا ساعه ساعه بعض الحوايج، ولكن بالنسبه لنا الزمن قد ولى، خصوصا في عالم الفيسبوك، في عالم اليوتيوب، في عالم الفيديوهات السهله، ما بقاش يمكن شي يكون بلا ما يتعلم الراي العام كله رياضي. طبيعه الحال سي اسامه، وخصوصا انه لاحظت انه كاين تواتر في هذه الاونه الاخيره لنا، البدايه ديال البطوله في العصب الجهويه، وشفنا هذه الظاهره انها انتشرت، وخصوصا عندما تصل الاعتداءات الجسديه لحد إسالة الدماء ديال الحكام او السحل ديالهم او الطرح ديالهم ارضا، وبقى الانسان انه ياكل الشومبيلات في الدات ديالو. هذه المسائل انا بالنسبه ليا شويه انها مستفزه، شويه انها تطرح اكثر من علامه استفهام، ويجب انه وضع الاليات باش يمكن لنا نتصدوا لهذه الظاهره، باش ما يمكنش انها غادي تهرب مجموعه ديال الشباب اللي ممكن انهم يكون عندهم داك لومبيسيون باش انهم ينخرطوا في المجال ديال التحكيم، لما يهربوا ملي غادي يشوفوا هذه المشاهد. وحتى الوالدين ديالهم ما غادي يمكنش انهم يسمحوا لهم باش انهم غادي يمشيو يقتحموا واحد الميدان اللي غادي ممكن انه يعرض الحياه ديالهم او الجسديه ديالهم للتعنيف او الاصابات اللي ممكن خطيره. فالحكم ديال فاس انه اللي اصاب سي محمد، واش الغراز فراسو؟ نعم. واش التوقيف ديال اللاعب مول هذا الغراز مدى الحياه ماشي ما كافيش لردع مثل هذه السلوكات، ولا خص اليات اخرى؟ شو لان ما يمكنش ندخلوا البوليس لقلب المباراه. كاين البوليس خارج الملعب في جميع المباريات، ولكن جميع اعمال العنف داروا في وسط المباراه، فما يمكنش نلعبوا بمباريات والبوليسي ولا جدارمي في العالم القروي يكون في قلب الملعب. انا معاك اسامه، لما شفت القرارات اللي تم الاصدار ديالها، وكذلك نشير بان كانت هناك المقابله في عصبه ديال الشمال، كانت عرفت ثاني احداث في هذه المساله. بالنسبه لي اللاعبين اللي كيقوموا بمثل هذه التصرفات، انه ما يكفيش فقط ان بالنسبه لنا اسامه انه هو الرادياسيون افي، انا خص هذيك الرادياسيون افي ان هذا السيد هذا ما بقاش عنده انا بالنسبه لي الحق انه باش يتواجد في الملاعب الرياضيه. فاذا كانت ديك الرادياسيون افي ما يكونش دوك لامنيستي في البدايه ديال السنه. لامنيستي ولا تقليص العقوبه من بعد ما تبرد القضيه لست اشهر. هذه المساله خطيره، هذه انا بالنسبه لي اللاعب اللي غادي يقوم بهذه التصرفات ويحتاج. دونك سي محمد، خص القانون يتبدل
سلم العقوبه تبدل، ويعني الضرب الجسدي والاعتداء الجسدي على الحكم يكون يساوي توقف مدى الحياه، لان البصق على الحكم بعد هو 6 أشهر فقط. نعم انا بالنسبه لي هذا البصق راه واحد العنف معنوي كبير بطبيعه الحال لان بالنسبه لي البخور الاعتداء الجسدي اللي كيجي لنا من الانسان، كتقيس انسان في الجسد ديالو كيضطر انك تسيل الدماء ديال الحكم انه كيدير الغراز في 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 الداس ديالو. انا بالنسبه لي هذا الشيء اللي هو مؤسف. فالمسألة انا بالنسبه للاعب اللي غادي يقوم بمثل هذه التصرفات، ان هذا انسان عدواني، انسان شراني، انا بالنسبه لي ما يبقاش عنده الحق انه يتواجد في الملاعب الرياضيه. مساله ثانيه اللي ربما انه يكون فيها حتى بالنسبه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، انها باش تتابع هذا الملف طلب تقارير، لان كاين الحكام ان كيتم الضغط عليهم باش يتنازلوا تاع الشكايات ديالهم باش انهم يتابعوا حتى من الناحيه القضائيه انهم باش الحكم في وسط مباراه ديال كره القدم عنده الحق يمشي للقضاء العادي القضاء المدني باش يتابع صاحب الضرب. بطبيعة الحالة وزمان انا بالنسبة لنا ملي كتخرج الكرة على النطاق الرياضي ديالها وكيتم انه مثلا اذا كتشوف المشاهد ان مثلا باش انه الانسان يدير الغراز في الراس ديالو هكاك انه يكون 4 ديال الغرزات ولا 5 ديال الغرزات، فراه كتبان انه كاين ضرب اللي هو شي المبرح. راه شتي المشاهد ديال مدينة الدار البيضاء كيفاش انه تم اسقاط ديال الحكم والطرح ديالو ارضا، وراك شتي كيفاش بقاو لي شون ديال في انا تجي فيه الانسان واحد الانسان الحكم ديال كولميم اللي قلت لك السنه الطبيه فيها 21 يوم، كتعرف ان 21 يوم راه موجبه للاعتقال ديال 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 المعتدي. فهاد المساله هنا راه الاثر ديال ذاك الاعتداء اللي هي كبيره. انا بالنسبه لي انا ما كنحبش انا الفكره انه يمشي الانسان للقضاء والمتابعه للقضاء، ولكن ملي كتوصل لهذ الامورات لابد ان باش يكون التدخل. دونك الجامعه كجامعه السي محمد ما كانش دير اكثر من تغيير القانون باش ترد اي اعتداء جسدي على الحكم مدى الحياه، هادشي اللي كانت دير. بطبيعه الحال مع في هذه القضيه انه يتم ان العفو انهم ما يستافدوش منه مثل هؤلاء المعتدين، باش يعرف بان المصير ديالو راه الا دار بحال هذا التصرف ما بقاش عنده الحق ديالو انه باش يولج الملاعب الرياضيه، ما بقاش عنده انه الحق يتواجد على ارضيه الملعب ويمارس هذه المعشوقه ديال كره القدم والجهد كره القدم باش يمكن لنا نعطيو به المثال لوحدين اخرين. مساله ثانيه اسامه هو ان بالنسبه لي انه الجامعه ان خصها تتبع هذه الملفات باش يعرفوا المآل ديالهم، لانه كما قلت لك انه يتم الضغط على الحكام انه باش كيتنازلوا في هذه المساله، كيتم انه كاينين القرارات التاديبيه انها بمجرد تكون انها مدى الحياه من بعد منها كتولي 6 شهور من بعد منها كتولي 4 أسابيع حتى كيلقاو ذاك اللاعب كيلقاوه على ارضيه الملعب كيلعب، ما كيعرفوش حتى البروسيدير كيفاش اللي تندار حدو الحكم كيدوز واحد الشهر ولا شهرين كينسى ذاك اللاعب حتى كيلقى اللاعب في ارضيه الملعب. تنسيو القضيه، تنسيو الراي العام وتيسمحوا.